ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الحمل، هنتكلم النهارده على التوقعات العاطفيه الخاصه باصحاب برج الحمل لشهر يوليو لعام 2022. برج الحمل، ما ننساش ان احنا عندنا القوه والحظ المتكامل اللي ليه علاقه بتاثير من كوكب المشتري الموجود عندنا لحد فتره يوم 28 يوليو، وبعد كده بيكون بحركه تراجع. لكن عامه برج الحمل احنا كمان محظوظين في الشأن العاطفي جدا، لان كوكب الزهرة موجود بالمنزل الثالث، منزل العلاقات، لحد يوم 17. بعد كده بيكون موجود بالمنزل الرابع، منزل الاستقرار. اي نعم في بعض العكوسات او التقل شوية اللي هي من بعد يوم 17 في الشأن العاطفي، لكن مش هنحس ده كتير، ده بس لحد فترة مؤقتة. لما تدخل الشمس ببرج الاسد هيدي عندنا طاقة دعم، فيعدل عندنا بعض الموازين المتأثر فيها الوضع العاطفي. فاهميني اقصد ايه؟ هوضح لكم دلوقتي العلاقة عامل او الدنيا ماشية ازاي، وبعدين اوضح لكم علاقتكم مع كل برج الدنيا ايه. طيب برج الحمل، مبدئيا انت عندك شكل الوضع العاطفي في علاقه كتير حلوه، في توطيد في العلاقات، في كتير من اتفاق لخطوبه لزواج، في كتير علاقه لسه ما حصلناش على اتفاق او حاجه رسميه او حاجه يبقى فيها نعرف موضوع، نعرف راسنا من رجلنا فيه، الى ان بالفعل خلاص بنقدر ان احنا نحط النقط على الحروف فعليا، بنقدر ان احنا نقرر في امر ما في العلاقه الخاصة بينا اللي هي ليها علاقة لسه بالبدايات. فدي نقطة رقم واحد. النقطة الثانية ان هيبقى في تواصل اكثر مع الحبيب، كل ده اول 17 يوم هيبقى في تواصل مع الحبيب، في كتير حالة من الحب اكتر، في دعم فكري كتير متواجد، خاصة ده بيكون متواجد مع بعض الابراج بصورة كتير اقوى واوضح، وبرج الحمل من اكتر الابراج المحظوظة جدا عاطفيا. يعني كمان هيبقى عندنا العديد من البدايات كمان المتعلقة بمواليد او متعلقة بحاجة تخص الاولاد، يعني عندنا حاجة تخص الاولاد. والنقطة التانية ان في مواليد، وزي ما قلت لكم ان في خطوبة، في زواج، في امر خاص ببداية عاطفية عامة. فبرج الحمل اقدر اقول ان هو من الناس المحظوظه في الوضع العاطفي، برغم زي ما قلت لكم ان بعض الصعوبات او التقل شويه في العلاقه العاطفيه اللي ممكن تنشا من بعد يوم 17، يعني من نهار يوم 18، الى ان هيكون عندنا يعني اجواء مميزه كتير هنلاقيها من يوم 21 بانتقال الشمس للاسد. طيب النقطه اللي بعد كده بقى، خلينا نتكلم على علاقه الحمل بكل برج من الابراج. برج الحمل وبرج الحمل، الحمل والحمل انتوا الاتنين في توازن في العلاقه اكتر، يعني عندكم ان انتوا بتحاولوا كتير تعملوا توازن، تقربوا لبعض اكتر، بتحاولوا كتير ان انتوا تفهموا بعض اكتر. ممكن يكون في بعض الشكوك او الغيره او التقل اللي بتحاولوا كتير انكم تصلحوه، شغالين على نفسكم جدا جدا يا برج الحمل. فدي تعتبر فبنقف جنب بعض كتير في الضغوط اللي ممكن تقابلنا. اما بالنسبه للثور وبرج الحمل، الثور والحمل اقدر اقول انها علاقه داعمه كتير ورجوع، يعني في نسبه رجوع قويه جدا جدا موجوده في العلاقه دي ما بين الحمل وما بين الثور جدا. زائد كمان ان هيكون عندنا بقى الدعم المهني. يعني ايه؟ يعني احنا داعمين بعض جدا في ان احنا نشجع بعض مهنيا، في ان احنا نقول لبعض بعض النصايح، عندنا فكره ان احنا نلقط حدث معين، فكره معينه نقولها لبعضينا، فبالفعل بيكون في ترابط هايل جدا جدا وداعمين لبعض. بس الميزه ان هيكون عندنا دعم البعض في الاوقات اللي هتقابل ضغط للبرج الاخر، يعني الحمل النص الثاني هيبقى عنده بعض الضغوط، الا انه بعض مش كل الضغوط، لان في عنده ايجابيات عديده جدا، فهيكون الثور هيدعمه فيها في اطار عاطفي ومشاعر والخ، ويتحمل الحمل جدا، والنص الاول عكس الامر. تمام؟ فاذا داعمين لبعض كتير. قد ايه بنعدي مثلا اهملنا البعض، بنعدي كلمه، يعني في مثلا مشاعر قليله، لكن احنا بنفوت لبعض وبندعم بعض لاجل الامور المهنيه والحياتيه. تمام؟ الحمل والجوزاء، حب رائع جدا، علاقه داعمه كتير، خاصه النص الاول دعم كتير هايل، وهما الاثنين فكر رائع، عقل رائع، كقلب، كامر عاطفي رائع، امور خاصه ببكره ومستقبل، قد ايه قادرين على ان هم يتميزوا في المستقبل وبكره بسبب دعمهم لبعض جدا جدا. زائد كمان ان هم عندهم هما الاثنين جاذبيه رهيبه كتير جدا 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 لبعضهم. اما بالنسبه لبرج السرطان وبرج الحمل، السرطان والحمل اقدر اقول يمكن يكون في دعم النص التاني شويه او قرار يتخذوه
خلال النص الثاني، سواء ببداية لعلاقة أو سواء إن هم يعرفوا رأسهم من رجليهم في أمر ما يخص علاقتهم. لكن النص الأول في بعض الصعوبة شوية، في جدل شوية، في أشخاص ممكن يتدخلوا في شؤونهم العاطفية، في إن الحمل ممكن، في إن السرطان انتقاضي نوعا ما من الحمل، أو يقوم ببعض الأفعال اللي تجعل الحمل إنه ينتقده. اما بالنسبه لبرج الاسد وبرج الحمل، اقدر اقول ان احنا عندنا بس نوع معين من الضيق شويه، في سوء ظن، في بعض المعاكسات اللي ممكن تقابلنا لازم نخلي بالنا، لان التقل ده جاي من برج الاسد نفسه، لان برج الاسد هو بيعاني شويه، بيعاني بسبب السرطان، الحمل الشمس موجوده في السرطان في النص الاول او لحد فتره 21، وبعد كده من يوم 17 او من يوم من النهارده يوم 18 بيكون كوكب الزهره كمان موجود ببرج السرطان، فده يزيد من تقل الوضع العاطفي عند برج الاسد، فبيزايد على الحمل جدا جدا. وبرغم ان كمان ان الشمس هتكون موجوده ببرج الاسد خلال الفتره اللي هي اخر 10 ايام، الا ان الزهره او كوكب الزهره العاطفه بالنسبه للعلاقه دي على قد ما بتسبب تقل، والحمل بيحاول ان هو يجعل الاستقرار متواجد في امره العاطفي، على قد ما الاسد مش مديله فرصه لده وبيعكسه وبيعنده، فالعلاقه مش افضل حاجه. اما بالنسبه للعذراء والحمل، العذراء هيتجنن على برج الحمل، العذراء عايز يرجع للحمل، بيفكر في الحمل كتير، مفتقد الحمل جدا جدا، حتى لو انت عايشين مع بعض، يعني لو انتوا عايشين مع بعض هتلاقوا ان العذراء عايز كتير يقرب من الحمل بزياده. ممكن ان العذراء يحس شويه ان انا مش لافت انتباه برج الحمل بالقدر الكافي، اني انا مش قادر اجذبه بالقدر الكافي، اني انا ممكن اكون رقم اتنين في حياته، وده قلق شخصيه العذراء كتير وواجع كتير العذراء، فبالتالي بيقعدوا يفكروا كتير في هذا الامر، فبيحاولوا كتير ان هم يحسنوا علاقتهم كتير. واما بالنسبه للناس المنفصلين، العذراء عايز يقرب من الحمل وما بينساش الحمل تماما. اما بالنسبه للميزان والحمل، الميزان والحمل علاقه فوق الرائعه، لان هيكون عندنا اجواء كتير داعمه، كتير عقليه متميزه، كتير مشاعر متميزه، كتير استقرار، كتير في خطوه مهمه جدا تتخذ في العلاقه دي، زي خطوبه، انتقال لامر ما، يعني من خطوبه لزواج، من زواج لمواليد، في خطوه بدايه، في خطوه قد ايه فيها رباط اكتر او ترابط اكتر، زائد كمان ان احنا بندعم بعض كتير لمستقبلنا، فكره قد ايه مشترك وقد ايه الفكر المشترك ده بيقوي العلاقه دي كتير. اقول لكم ليه؟ لان احنا عندنا بعض المعاكسه، طبعا المشتري ببرج الحمل على قد ما بيدي دعم للميزان على قد ما بيعكسه، ولكن هنا الدعم عند الحمل اكتر، ففي موازنه بتحصل. كمان النقطه الثانيه، ان لما يكون كوكب الزهره موجود ببرج السرطان، ده بيزيد وبيعمل مسؤوليه وضغط على الميزان، وده برضه بيعمل مسؤوليه وضغط على الحمل، لكن مع تأثير حركة الكواكب الأخرى زي تأثير المريخ الموجود أو اللي هيبقى موجود ببرج السور، ده بيأثر كتير على إن يبقى فيه طاقة متزايدة وطاقة تحمل، والمشتري بالحمل عنده طاقة قوة وتحمل بشكل كتير سلس، يعني بيخلي الحاجة تبقى سلسة بالنسبة لهم، فده هيعدلهم كتير من المحن، وهم بالفعل قادرين على دعم بعض ويخففوا العبء عن بعض. المهم العقرب والحمل، العقرب والحمل أولا للناس المنفصلين نسبة رجوع قوية جدا، نسبة رجوع قوية جدا، العقرب عايز يرجع للحمل، أو أنت منشغل بالحمل الحمل شوية، فده بالنسبة لي قصة الرجوع. اما بالنسبه كمان لان في قرب او ممكن يبقى في العلاقه فيها توازن اكثر، محبه اكثر، النص التاني. اما بالنسبه للحمل والقوس، القوس عايز يقرب من الحمل جدا، القوس عايز ان هو يعني يبقى يجادل في جدل مع برج الحمل، يعني القوس عايز يجادل شويه مع الحمل عشان يبقى في حوار، عشان يبقى في قرب، فهيبقى القوس بيحاول ان هو يفتح مجالات للكلام مع الحمل عشان يجذب الحمل جدا ليه، فعلا القوس عايز يجذب الحمل كتير ليه. اما بالنسبه للحمل والجاديه، الحمل والجاديه احنا بس هنخلي بالنا من الكلام، هنخلي بالنا من الانتقاديه، ما بلاش الانتقاديه شويه، الجدي خلي بالكم كويس قوي من افعالكم وتصرفاتكم، لان الحمل هو اللي هيبقى انتقادي شرس مش انت، يعني انت برج ترابي برج الجدي ممكن تبقى انتقاديتك شويه تقيله، لكن لا هتبقى عايز تلم الليله، لكن الحمل هو اللي هيبقى بينتقد، سهل انه ينتقد، فخلي بالكم كتير.
اما بالنسبه للدلو والحمل علاقه رائعه جدا، علاقه اقدر اقول ان فيها حب، فيها مشاعر، فيها طبطبه، فيها حنيه، فيها كتير دعم لبعضنا. الدلو هيبقى بيمر ببعض الظروف الضاغطه شويه، الا ان الحمل هيدي طاقه ايجابيه جدا للحمل، خاصه لو للدلو. الحمل هيدي الدلو طاقه ايجابيه، خاصه الدلو لو مرأة ورجل الحمل، فهنا العلاقه تبقى فوق الروعه، لان هيبقى في جاذبيه مشتركه كتير مميزه. اما بالنسبه لبرج الحوت وبرج الحمل، اقدر اقول ان في نسبه رجوع قويه جدا جدا، يعني الناس المنفصلين هيبقى في حاله من الرجوع، وبالنسبه كمان للناس اللي هم ببدايه علاقتهم هيبقى في العديد والعديد من البدايات، يعني مرحله خطوبه، مرحله زواج، في بدايه لامر ما بيحدث في العلاقه دي. ده ببساطة برج الحمل، وبشكل سريع جدا علاقتك مع كل برج من الأبراج. أنا عامة بتمنى ليكم كل الخير، كل السعادة ليكم إن شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والإشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.